هلو، ويلكم باك. النهارده عايزه اتكلم عن حاجات هتخلي الشعر طويل وكثيف وحلو. اول حاجه عايزه اتكلم فيها هو ان انتوا تعملوا مساج لشعركم لمده 5 دقائق. ليه تعملوا مساج لشعركم لمده 5 دقائق؟ علشان انتوا بتجروا الدوره الدمويه اللي في الشعر، فبالتالي الشعر هيبقى طويل. بس لو استمرتوا على الموضوع ده لمده شهر هتحسي ان شعرك فعلا طول. تاني حاجة عايزة اتكلم فيها، حاولوا تقللوا السشوار والبيبي ليس من شعركو. درجات الحرارة دي طبعا بتدمر الشعر، فحاولوا بقدر الامكان ان انتوا تقللوا درجات الحرارة من شعركو، علشان هي بتقصفها وبتخليها خفيفة. ونصيحة ان انتوا لما تاخدوا شاور او تغسلوا شعركو، ما تعملوش على طول بالسشوار، ما تنشفوش بالسشوار، علشان شعرك بيكون المسام بتاعته بتكون مفتوحة، فلما الحرارة بتخش على فروة الراس بتكون غلط وممكن تعمل اضرار. فحاولوا بقدر الامكان ان انتوا تقللوا البيبي ليس والحاجات دي، علشان فعلا مؤذية جدا للشعر. اعملوا طاقية. انا عن نفسي بعمله طاقية علشان ببقى حابة فعلا اريح شعري، وببقى حابة ان انا اغذيه. وطبعا هنتكلم عن تغذية الشعر دي والزيوت اللي انا بحطها دي في فيديو لوحده. بس حاولوا ان انتوا فعلا تقللوا السشوار والبيبي ليس من شعركم شوية. تالت حاجة عايزة اتكلم فيها هو ان انتوا تقصوا تراتيف شعركو. شعرك طول ما انت هو بيطول وانتوا مش بتقصوه، او بيطول مش على يعني نظافة، او مش بيطول على طول حلو او كثافة كويسة، هيفضل متقصف وتقصيف هيفضل يطلع لفوق، فبالتالي ان هو مش هيطول على طول مناسب، او هيطول على حاجة كويسة. فحاولوا ان انتوا تقصوا تراتيف شعركم، يعني من 3 شهور ل5 شهور على حسب التقصيف لكل شعر. اخر حاجة عايزة اتكلم فيها انه محدش يغسل شعره غير مرتين في الاسبوع بس. المية والشامبو غلط كتير على الشعر، وكمان بتضعفه وبتقصفه. فأقل حاجة انتوا تغسلوا شعركم مرتين في الاسبوع فقط، علشان طول ما انت بتغسلي شعرك كل يوم، شعرك مش هيفرز الزيوت الطبيعية بتاعته، فبالتالي شعرك هيبقى ضعيف جدا وهيبقى مقصف. فأقل حاجة تغسلوا شعركو مرتين في الأسبوع بس. الفيديو المرة دي صغير، ويا رب يكون عجبكو. حاجات بسيطة جدا كلنا بنعملها، بس نحاول ان احنا نقللها علشان نحافظ على شعرنا. يا رب يكون الفيديو عجبكو. ما تنسوش تعملوا سبسكرايب عشان يوصلكو اي فيديو انا هنزله، ولايك وفولو على الانستجرام. واستنوا الفيديو الجاي ان شاء الله. مع السلامة.